هو المجلس الوطني للصحافة هو مجلس اللي عنده صلاحيات متعددة على خلاف ما جرى به العرف والواقع في عدد من المجالس ديال الصحافة، خاصة كتسمى مجالس الصحافة ولكن كتكون كتشتغل بشكل كبير على موضوع الأخلاقيات. المجلس الوطني للصحافة في المغرب بالإضافة إلى ملف الأخلاقيات عنده ملفات أخرى، عنده صلاحيات أخرى مهمة. هو اللي كيمنح البطاقة المهنية، مجلس هو اللي كيتكلف بالقضايا ديال الوساطة والتحكيم في النزاعات، المجلس هو اللي كيشتغل على تأهيل المقاولة الصحفية وما أدراك ما هذا الملف لأنه كبير ومهم. المجلس كذلك مكلف في القيام بدراسات وبالتعاون وبالتكوين في المجال ديال الصحافة وكل ما يهم المجال الاختصاصات دياله، بالإضافة إلى أنه يصدر تقرير سنوي حول أوضاع ممارسة الصحافة والحريات إلى آخره. إذن كل ملف من هذه الملفات أو كل لجنة من هذه اللجان، لأنه هذه الصلاحيات هي موزعة في لجان، كل لجنة عندها واحد ملفات اللي هي كبرى متعددة. إذن أولا صلاحية واسعة. المسألة الثانية هو أنه مجلس مختلف عن المجالس الأخرى خاصة في البلدان الديمقراطية. أنا لما قلت بأنه هو مختلف على التجارب في البلدان الديمقراطية كان يعني بها أنه مجلس أنيطت به مهام متعددة اللي هي يمكن نقولوتهم الصحفي المهني، بحيث أنه هو اللي غادي يشتغل على الملفات الأساسية للصحفيين المهنيين في البطاقة وفي الموضوع ديال التكوين وفي موضوع الولوج إلى المهنة. وفي هذه المسألة هذه أكيد على أنه سيلامس مسألة اللي هي مهمة جداً، واللي هي المسألة ديال الأوضاع الاجتماعية للصحفيين من خلال شقين أو من خلال في الحقيقة ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو أنه سيشتغل على موضوع الاتفاقية الجماعية، لأنه سيشجع الأطراف المهنية اللي عادة هي اللي كتوقع على الاتفاقية الجماعية باش أنها توصل إلى واحد الاتفاق، علما على أنه كانت عندنا اتفاقية جماعية سابقة ولكن الآن لابد أن تتجدد. المسألة الثانية بالمشاريع ومشروع اللي مطروح أيضا وكيتم التداول فيه، هو المسألة ديال واحد التعاضد ديال الصحفيين اللي غادي تشتغل بالأساس في المجال ديال الحماية الاجتماعية، وهذا موضوع مهم وضخم ولا بد أن يكون من بين المسائل الأساسية اللي لابد المجلس خصو يعطي فيها نتائج اللي هي ملموسة. ملي كنتكلموا على تأهيل المقاولة كنقولوا تأهيل المقاولة هذا فقط عنوان، ولكن ما معنى تأهيل المقاولة؟ هو أن المقاولة ستتطور في المغرب، مقاولة سواء في الورق أو الإلكتروني. وملي كنقولوا التطور كنعنيو أنه تطور على مختلف المستويات وأهمه الموارد البشرية. إذن ما يمكنلوش المجلس نهائيا يشتغل ويتقدم إلى ما كانتش عنده هاد الملفات يتقدم فيها، اللي هي المجال الاتفاقية الجماعية، المجال الاجتماعي، والمجال كذلك ديال الأوضاع بصفة عامة ديال الموارد البشرية والتعاقدات والقدرة ديال المقاولات باش أنها تستمر وباش أن الصحافة الورقية تستمر، لأنها كنعرفوا المشاكل اللي كتعاني منها، والصحافة الإلكترونية تتطور. طبعا هذا سؤال وجيه، لأن فعلا طرحت عدد من التساؤلات، وهذه من بين الأشياء اللي جعلتنا أنه ترددنا احنا في واحد الوقت باش أننا نشاركوا في انتخابات المجلس، لأن راه الآن أكثر من سنتين باش تمت المصادقة على القانون وغيره، ولكن احنا في النقابة كنا مترددين جدا. ولكن الآن مثلا نمشيو لمسألة الوساطة والتحكيم، الوساطة والتحكيم ماشي جديدة، كاينة في القانون الأساسي للصحفي المهني، القانون السابق كانت هناك لجنة ديال التحكيم اللي كيلجؤوا لها الطرفين، المشغل وكيلجؤوا لها كذلك الصحفي المهني، فهذا ماشي أمر جديد. وعلما على أن في بلدان أخرى مثلا بحال فرنسا كاين ما يسمى بالبريدوم اللي ينتخب،
طرف فيه صحفيين وفيه ناشرين وفيه قضاة، واللي حتى هو كيحسن في هذه النزاعات ولا يلغي هذا أدوار النقابة، لأن النقابات ماذا بها أنها تمشي للوساطة والتحكيم بدل ما تمشي للمحاكم. والآن يمكن نقول بأنه التجربة اللي كينا ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالخصوص أنها حلت عدد من النزاعات في السنوات الأخيرة بأسلوب الوساطة وبأسلوب المفاوضات وبنوع من التحكيم أيضا باش تعالج هذه المشاكل. بين المشاكل الكبرى اللي مطروحة في مجال ديال التكوين في الإعلام هو تكوين المكونين، لأن إلا استثنينا بعض الأساتذة اللي هذا هو المجال ديالهم، الأغلبية إما أنهم جاءوا من تخصصات أخرى أو صحفيين عندهم كفاءات كبيرة. خص الآن يكون واحد التكوين بيداغوجي، خص تكوين المكونين. الموضوع ديال التكوين في المجال ديال الصحافة والإعلام موضوع كبير ومهم جدا وفيه إشكالات اللي هي كبيرة. هل الآن هذه المعاهد كلها اللي كتدرس فعلا هاد الشهادات اللي كتعطي هي شهادات اللي نقدروا على أنها نقولوا ملائمة فعلا وكتساعد الناس باش يشتغلوا؟ هذه كلها قضايا احنا واضعينها نصب عيوننا وغادي نتناقشوا فيها وغادي نتداولوا فيها وغادي نصدروا فيها واحد العدد ديال القرارات اللي غادي ندخلوا باش أننا نطبقوها بتعاون، ماشي بوحدنا، بتعاون مع وزارة الاتصال، بتعاون مع الوزارة ديال التربية والتكوين المهني، بتعاون أيضا مع المجالات اللي مع الهيئات اللي مكلفة بالتكوين، بتعاون خارجي. هذا مجال اللي هو مهم جدا، وانتم كتعرفوا كاملين احنا الان في مجال الصحافه انه كاين هناك واحد العدد ديال التشكيات من 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 بعض الشهادات التي تمنح بالطرق التي تمنح بها الى اخره. اللي كاين الان هو اننا احنا فتحنا مشاورات للصحفيين، فتحنا مشاورات مع عدد من المنظمات اللي معنية بهذا الموضوع وقريبة منه، غادي نستشروا كذلك شخصيات اللي اشتغلت في هذا المجال، وخاطبنا الهيئات المهنية ديال الصحفيين والناشرين باش انها حتى هي تعمل مشاورات داخلة وتبحث على طرق هذه المشاورات، واش غتنظم ندوات واش لقاءات الى اخره. ولكن احنا بغينا نعملوا مشاورات اللي هي واسعة، هذا علما على اننا احنا ايضا ماشي احنا بدينا نشتغلوا على الميثاق ديال الأخلاقيات، وهو طبعا استوحينا واحد العدد ديال، رجعنا لواحد العدد المراجع، منه أولا المرجع اللي مهم هو المرجع ديال الهيئة العليا، الهيئة المستقلة لأخلاقية المهنة وحرية التعبير اللي هي تأسستها في المغرب، أسستها النقابة وهيئة الناشرين، وكانت فيها منظمات حقوقية، وكان كيترأس الأستاذ مشيشي العالمي، ووضعت واحد الميثاق اللي هو مهم واللي جزء كبير باقي صالح الآن. كذلك اشتغلنا على مرجع أخرى اللي هي جديدة، مثلا شفنا الهيئة ديال، شفنا الميثاق ديال المجلس ديال بلجيكا اللي هو جديد، وشفنا مواثيق أخرى، رجعنا للمواثيق التاريخية، بمعنى أن بصفة عامة هي مواثيق اللي هي معروفة، اللي المبادئ الكبرى ديالها يمكن لي نقولها لك بكل سهولة، هي طبعا هي أن هناك واحد المسؤولية اجتماعية لدى الصحفيين ولدى الناشرين، وأن المسألة ديال السب والقذف والتشهير والتحامل والإشكالات، القضايا ديال الصورة الشخصية، وطبعا القانون ولكن حتى المجلس، الصورة الخاصة، الحياة الشخصية، المسألة ديال الدعوة إلى العنف، التمييز العنصري، غير هذه وهي المبادئ الكبرى الأساسية. وصلتنا هذه الأشياء وحنا كنحققوا فيها، هذه هو الصراحة من خلال الآن العمل اللي كتقوم به اللجنة ديال البطاقة، ما غادي نسكتوش إذا اكتشفنا بحال هذه الأمور. هذه المسألة الثانية هو أننا نحن نحاول تدقيق ما أمكن، طبعا كتعرف على انه الكمال لله، ممكن احيانا بعض الامور تسرب لك، ولكن من المؤكد على انه احنا في المجال ديال الولوج الى المهنه غادي نكونوا صارمين، وماشي غير الشروط اللي عملنا الان، هذه الشروط اللي عملناها شروط انتقاليه، مازال غتكون شروط اخرى اللي هي مطابقه للقانون، ولكن ما يمكنش نسمحوا بان المهنه يوقع ابتذال ديالها نهائيا باي طريقه من الطرق. هذا موضوع معقد فيه مستوى الأول هو الإثارة،
الاثاره كيمكن لك هي الاثاره ضروريه في الصحافه، ما عندك لا بديل، ماشي غير في الالكتروني، بصفه عامه لابد انك تبحث على الجديد والاشياء اللي تثير اهتمام القارئ وغيره حتى في الصحافه الورقيه. كيبقى الان واش هي اثاره رخيصه مجانيه بمعنى انها بحال اللي البحث فقط على اشياء اللي هي غريبه ولا على اشياء اللي فيها بحال اللي كنقولوا فضول الجمهور ولا اشياء اللي هي احيانا فضائحيه الى اخره، ولا اثاره اللي مبنيه على معطيات ولا اشياء، لانه الواقع فيه اثاره وكاين هناك معطيات حقيقيه وصحيحه وتحقيقات اللي يمكن نقوموا بها وهي فيها اثاره جديه. هذه مساله ماشي بسيطه وماشي سهل المعالجه ديالها، ولكن صعيب نقولوا للصحف وخاصه الصحف الالكترونيه ما خصكمش تكون عندكم الجرائد الالكترونيه ما تكونش الاثاره، صعب جدا، ولكن خاصة الاثاره تكون هادفه وفيها واحد النوع من التربيه والاخلاق. المساله الاخرى هي واش الصحفيين هما اللي كيمشيو يبحثوا على هادشي؟ انا اعتقد بان مسؤوليه مشتركه، هناك رؤساء التحرير، هناك مديرين النشر، ما كاينش غير الصحفيين، بحيث ان التوجيه اللي خصو يكون عند رؤساء التحرير على الخصوص وحتى مديرين النشر هو انه كيف يمكن لهم يوجهوا الصحفيين نحو الموضوعات اللي هي مهمه جدا. ما تخليش الصحفي بوحده يشتغل، وانما كتكون هناك واحد الاجتماع د هيئه التحرير، هناك اجتماعات اسبوعيه، هناك واحد النوع من التكوين اللي لابد انه يكون. لذلك لا اعتقد ان التكوين خصو يكون غير الصحفيين، تكون خصو يكون رؤساء التحرير والمديرين النشر ايضا. قانون الوحده للمجلس ما كيفرضش على العضو ديال المجلس انه ينتمي الى انه ما يكونش في هيئه نقابيه اخرى، اذا هذه مساله زعما واضحه. وانا جيت اصلا من النقابه، لا يوجد اي تنافي نهائيا من ان الانسان يمارس حقه كمواطن، حق النقابي هذا حقه كمواطن، يمكن لكش حيت انت عضو المجلس غتنفي على نفسك ولا تنفي على الاخر انه يمارس حقوق ديالو كمواطن وكمناضل في نقابه، اذا هذه مساله ما يمكنش تقبل. المساله الثانيه هي اللي قلتي هذاك الاشاعه اللي تقالت على التنصيب، هي في الحقيقه كلام تافه، واللي وباش ينشر في موقع ولا في جريده معناه كاين تفاهه في التفكير، لان عادي المؤتمرات فيها انتخابات، ما كاينش شي واحد كيجي كينصب شي واحد اخر، اذا كاين انتخابات، فزعما اللي كيردد هذا الكلام بكل صراحه زعما هذا هو علاش كنقولوا خص التكوين، باش يمكن لك تنشر بحال هذه الاشياء خصك تحاول تقول اودي راه القارئ ماشي باليد، واش انا ما يمكنليش ندوز له بحال هذه الاشياء هذه، وهو مؤتمرات معروفه على انه كاين فيها، وخاصه المؤتمر النقابه معروف على انه فيه انتخابات، فمسألة ديال التنصيب بهذه الطريقة هذا كلام الهدف منه هو الإساءة، وحنا دابا الآن هادشي تجاوزناه، نتمناو على أنه الآن نشتغلوا جميع من أجل تخليق المهنة، ومن أجل أننا نجاوزوا هذه السلبيات، ومن أننا نبنيوا واحد المهنة اللي هي نبيلة ومتطورة، لأن ما ننساوش على أن عندنا تحديات أكبر من هذه القضايا هذه اللي كتبان بسيطة الآن. التحدي هو كيف يمكننا غنطوروا هذه الصناعه الاعلاميه، كيف يمكننا اننا المقاولات تبقى مستمره الورقيه، وكيف تزدهر الان المقاولات الصحافه الالكترونيه اللي كتعاني مشاكل اللي هي كبيره. فاحنا منذ التنصيب ديال المجلس قلنا احنا الان غنشتغلوا مع الجميع، غادي ننساو الماضي، لو ما كنتيش جبتيه ما كنتش غنتكلم عليه، احنا بالنسبه لنا الماضي غادي ننساوه، اللي كيهمنا هو المستقبل، اننا نشتغلوا يدا في يد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.